منتخب لبنان للناشئين عمل أكثر من المطلوب منه، منتخب البطل قدر يوصل للمباراة النهائية لبطولة غرب آسيا بعد فوزه بالمباراة النصف نهائية بمباراة كتير مثيرة على المنتخب العراقي. ما بدي كتير أحكي تفاصيل، ما بدي كتير أعلق على هيدا المنتخب. ليش؟ لأنه نترك الأمور لبعد المباراة النهائية. الأمر الوحيد يلي بدي أحكي فيه هو خطة لعب هيدا المنتخب. المنتخب هيدا الصغير عم يلعب بفكر كروي كتير عالي. أهم شيء شفناه هو عملية أو خطة الهلب. اللاعبين عم بيساعدوا بعض. يعني شو يعني هلب بتفاصيله المملة؟ الهلب يعني لما تشوف فريقك شوي المنافس قوي عنده قدرات فنية أكتر منك ومهاريين أكتر منك، عم بيصير في اللاعبين يساعدوا بعضهم لحتى ما يخلوا الخصم يرتاح. هيدي شغلة. شغلة تاني بعملية الهلب هي انه الفريق كله يكون لاعب واحد، يعني ما في لاعب افضل عن تاني. تفاهم، ما في طمع، ما في فلان انه انا بدي شيل الفريق كله او المنتخب كله على كتافي. لا، كلنا ايد واحدة، كلنا وصلنا للنتيجة. الشغلة التالتة والاهم بالهلب هي الهلب التدريبي يلي قدمه الجهاز الفني، عملية مساعدة اللاعبين وتوصيلهم الى يعني بأقل الظروف والإمكانيات الممكنة قدروا يوصلوا لبعيد بعيد. منتخبنا هيدا نواة لمنتخب المستقبل، بينحسب له 100 مليون حساب. إن شاء الله تستمر الأمور، وموعدنا بالتفصيل الممل بعد المباراة النهائية.